بقى انا عندي دايما مشكله مع كل الابهات والامهات تاريخيه من وانا في الثانويه العامه انه بيوترونا كلنا. فانا خدت قرار ما اوترش اولادي خالص اطلاقا مطلقا. شدوا حيلكم، ذاكروا يا اولاد، وناموا كويس قبل الامتحان لا داعي للسهر. احنا ليه بنوتر اولادنا الاول؟ عشان احنا اللي قلقانين، مش هم اللي قلقانين، هو اكتر. يعني انا حاسه وقلقانه بيه، بس بابا قال لي كلمه حكمه، قال لي اللي ذاكر ذاكر من زمان، تعالي اتفرجي على الفيلم معانا. صح والله، امتحان العربي ما كنتش عارفه انام ولا عارفه اذاكر. فقال لي اللي ذاكر ذاكر من زمان، تعالي اقعدي اتفرجي على الفيلم. والله ريحني فعلا، ولما ابتديت هاديه بقيت كل المواد بقت سهله. مش كده برضو؟ اه والله. انا امي كانت بتوترني، تقول لي يوم الامتحان يكرم المرء او يهان. انا اسمع الكلمه دي واتضايق جدا، يعني خد على كرامتي بجد، اللي هو يعني ايه يعني؟ صحيح. طيب احنا نعمل ايه في الاثنين، الاب والام اللي بيوتروا الولاد، والولد اللي يا حبيبي هو قلقان فقد يفقد تركيزه احيانا، يفقد القدره على استدعاء المعلومه ساعه الامتحان احيانا، او بسبب القلق المحيط بيه في كل حته ده بيعمل اوفرلودنج لنفسه بالمذاكره. انصحينا. لا هو التدريب يا جماعه، هو انا بامتحن نفسي بالتايم، بالوقت. كل ماده خلصتها بامتحنها بالساعه. انا خلصت الماده دي في 3 ساعات كتابه، مش شفوي مش اورال. الشفوي بيخليني انا ابطا في ايديا، تقيله جدا على الكتابه. صح. فدماغي ذهني مليان معلومات، لكن لما اجي اكتبها باخد وقت طويل جدا. لا، امسك الكراسه واكتب الحاجه اللي انا بكتبها دي بالوقت. كل ده واحتاج ربع ساعه لساعه، وبعدين اقرا السؤال الاولاني. يعني نصيحه للكل، خلي بالك الاسئله جايه لك كامله بتقراها كلها، المخ بيستدعي كميه كبيره جدا من المعلومات على بعض على بعض، بيحصل تدفق كده شديد جدا للمعلومات في دماغك. لا، هو السؤال الاولاني وخبيه، بس السؤال الاولاني خلصه في ربع ساعه، السؤال الثاني اقراه وخلصه في ربع ساعة تانية، وهكذا، علشان أركز 100% في السؤال ده بس. ما أجيبش استدعاء لكل المعلومات، هخلي أكيد هنسى حاجات كتير هتدخل في بعضها. وبعدين إجمالي بقى بعد ما أخلص خالص أبتدي أراجع بقى كله على بعضه، أبتدي هنا ناقص كذا، هنا ناقص كذا، تمام ومكتوبة. فبالتالي التدريب هو أهم حاجة للطالب. وكمان لولي الامر، لو انت بتساعدني هاند ان هاند، طب تعالى بقى اقعد معايا ووريني كذا ووريني كذا. انا كنت بذاكر لاولادي بالطريقه دي، اعمل لي طب خلصت ايه، عملت ايه. بالتالي انا يعني معاهم مش ضدهم، بحس ان انا حاسه بيهم، فاهمه. حتى لو مش فاهمه الانجليزي او الفرنسي او اي حاجه بيدرسوها صعب عليا، بحس ان انا مقدره التايم، مقدره المجهود اللي هو بيعمله. واسال حد من زمايلي طب ده ازاي وده، ويروح له ويفتن عليه ويقول لي ابنك حل كويس او لا كده. ماشي. يعني ام برضه يعني عايزه توصل للمعلومه، فهتوصلها باي شكل من الاشكال. طبعا. طب